هواة ومحبو الفنون تجمعوا بمعرض فني في هونغ كونغ بعد أن أجبره انتشار فيروس كورونا على إلغاء عرضه والتحول إلى الإنترنت. 44 عملا فنيا مختلفا من اللوحات والتركيبات تشارك في النسخة الثامنة من معرض الفن بأسعار معقولة الذي يهدف لتوفير أعمال فنية متنوعة وبأسعار في متناول الجمهور. الناس في كل بلد تقريبا حول العالم اضطروا إلى التكيف مع طرق جديدة للعيش بعد الوباء. الحكومات والشركات تتعرض لضغوط، صناعة الفن ليست استثناء من هذا الوضع. وعلى الرغم من وطأة الجائحة يرى أحد فناني جرافيتي الشوارع المشاركين في المعرض أن الأزمة وفرت مساحة ووقتا للعمل والإبداع. يتواصل العديد من الأشخاص معي ويأتون بالتأكيد إلى الاستوديو الخاص بي، أرى أنها فرصة لقضاء المزيد من الوقت في التركيز على بعض الأعمال الفنية في المنزل، لذا أعتقد أن ذلك أفادني كفنان. وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت القائمين على المعرض والمشاركين فيه، إلا أن مشهد عودة الجمهور إلى صالات العرض تمثل تحديا للظروف التي يعيشها العالم بسبب كورونا.